لفصل الصيف يلجأ الكثيرون لاستعمال النظارات الشمسية وقاية من أشعة الشمس، لكن استعمال هذه النظارات عشوائيا حسب المختصين قد تعرض العين إلى مخاطر أسوأ من عدم استعمالها. إذا ما خديتوش نظارات من جهة اللي هي معروفة ومعترف بها، فمن الأفضل ما تاخدوش، حسن خليو الحماية الطبيعية. علاش؟ لأن ملي كناخدو نظارة اللي ما فيهاش لو فيلتر ديال لي زوفي، أشنو كيطرى؟ يعني كيكونوا غالب الأحيان نظارات غير مصبوغين، غير صباغة كحلة كتكون فيهم، سكيفي كيعطي واحد الظلمة على العين، كتولي العين ظلمة، كتحل بؤبؤ باش تخلي الضو يدخل باش تشوف الصورة حسن. منين كتدخل يعني منين كيتحل بؤبؤ، كتدخل الأشعة الفوق بنفسجية بشكل أسهل وبشكل أخطر. قمنا بزيارة لأحد النظارتيين المختصين ووقفنا على تجربة علمية لمقارنة بين النظارات ذات الحماية من الأشعة والأخرى التي تكتفي بطلاء الزجاج فقط دون أن يكون لها دور وقائي، إلى جانب وقوفنا على خطورة استعمال بعض الإطارات الغير مصنفة والتي قد تتسبب في أمراض جلدية. بعض المواطنين كيتجهوا لبعض الاماكن اللي ما كتكونش فيها نظارات ذات جوده عاليه، واللي كيقتنيوا بعض المرات النظارات كتكون مصنوعه من نفايات وكتسبب في سرطانات الجلد، وكذلك كتدخل خلايا سرطانيه الى داخل العين، والنتائج كتكون وخيمه وهي احتراق شبكه العين والعدسه ديال العين اللي كتقدر تسرع جلالها. إذن استعمال النظارات الشمسية يخضع لضوابط وشروط تجنبا لأي خطأ. طبعا بعد النصائح ديال الطبيب، بعد النصيحة ديال الطبيب وديال نظاراتي، اللي يمكن يوجهنا مثلا في اختيار حتى اللون ديال الزاج. مثلا كما كنعرفوا بان مثلا اللون البني فكيتلائم مع الناس اللي عندهم لاميوبي يعني قصر النظر، ولا مثلا داك لو فيلتر اللي كيكون خضر كيرتاحوا فيه اكثر مالين طول النظر. يمكننا بون الرمادي عنده يعني لافونتاج انه حافظنا على الالوان اللي موجوده في الطبيعه، ما كيغيرناش من اللون ديالها. وحسب المختصين ينصح باستشاره الطبيب قبل استعمال النظارات الشمسيه، وكذلك تجنب الاطارات الغير مصنفه ومجهوله الصنع.